فريق أحمد جاهد صالح يؤكد ضرورة تفعيل الآلية الدستورية بإجراء الانتخابات الرئاسية تفادياً للفراغ الدستوري والإسراع في تنصيب الهيئة المستقلة حفاظاً على صوت الناخب ومصداقية الانتخابات. بحث علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر وتأكيد على التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المفروضة. تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر ووزير العدل يدعو النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية حول ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. اجتماع تنسيقي لتنفيذ برنامج خاص بمرافقة الأقطاب الحضرية الكبرى في التموين بالماء الشروب والتهيئة. في النشرة التلفزيون ينقل انشغالات المواطنين بخصوص الخدمات البريدية بتمرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، وصل الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وصل زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورجلا في يومها الثاني، وذلك بإشرافه رفقة اللواء حسن عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة على تنفيذ تمرين رمايات المراقبة بالصواريخ المبرمج في إطار التوجيهة العملياتية السنوية. كما ترأس السيد الفريق لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية. تقول ساكنة محمود عليانة: فبالقطاع العملياتي جنوب شرق جانت تابع الفريق أحمد جيد صالح عرضا حول التمرين تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ قدمه قائد الوحدة المنفذة والمتمثل في صد أهداف جوية معادية مجسدة في دارئات جوية، ما يمثل محاكاة قريبة من الواقع. التمرين حقق أهدافه المسطرة وبدقة عالية، مما يؤكد استعداد وحدات الدفاع الجوي وجاهزيتها الدائمة لصد أي اعتداء جوي في أي وقت كان وفي أي ظرف كان. السيد الفريق التقى بعد ذلك بالأفراد المنفذين للتمرين، حيث هنأهم على النجاح المحقق والذين أثبتوا كفاءة عالية في التحكم في مختلف الأسلحة ذات التكنولوجيات الحديثة جدا، حاثا إياهم على أن يظلوا يقظين وجاهزين وقادرين على حماية المجال الجوي لوطننا الغالي. بعدها التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد القطاع، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية، ذكر في بدايتها بحرصه الشديد على التواصل الدائم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال هذا الشهر الفضيل، مجددا التأكيد بالمناسبة على أهمية النتائج المحققة في محاربة الفساد في بلادنا كمطلب هام من المطالب الشعبية الملحة والمشروعة. وإنما تحقق الآن من نتائج في مجال محاربة الفساد يمثل مطلب أساسي من مطالب الجزائريين الأوفياء والمخلصين والغيورين على وطنهم، وهي نتائج بقدر ما تصب في اتجاه صحيح متناغم مع التضافر الجهود والتوافق الرؤى بين الجيش والشعب. في ظل هذا التناغم فإنه يستحسن بأن تتسم المسيرات بحد معقول وكافي من تنظيم وتعطير الجيد الذي يفرز ممثلين حقيقيين يتسمون بالصدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذه المسيرات ويجنبها أي شكل من الأشكال الفوضى والوقوع في فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة الذين يجعلون من هذه المسيرات بوابة لإبراز شعاراتهم ورفع راياتهم وشعلها جسرا لتبليغ بعض المطالب غير عقلانية مثل المطالب بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول بل وخطير وخبيث. يراد منه تجريد مؤسسة الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم هؤلاء
لطارات الذين كانوا لهم فضل في خدمة بلادهم وعلى مختلف مستويات بنزاهة وإخلاص، وليس من حق أي كان أن يحل محل العدالة بتوجيه تهم لهم والمطالبة برحيلهم، والهدف هو الهؤلاء المتربصين ومن يسير في فلكهم يريدون قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود الوصول إلى هدفهم مخطط، وهو الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ الدستوري. ففي هذا الحال أصبحت المسيرات الشعبية مطية سهلة يركبها هؤلاء الأشخاص للترويج إلى أفكار لا تخدم الجزائر ولا تتماشى إطلاقا مع المطالب الشعبية المرفوعة. ومن هنا يصبح من الضروري والحتمي إعادة النظر في كيفية تنظيم هذه المسيرات وفي ضرورة تأطيرها بأشخاص من ذوي الحس الوطني المسؤول الذين يخافون الله في شعبهم ووطنهم ومؤسسات دولتهم، ويعملون على نقل المطالب الشعبية في إطار حوار جاد وبناء من مؤسسات الدولة، أخذين بعين الاعتبار ما تحقق لحد الآن من مطالب بفضل مرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي الذي تعهد والتزم بأنه لن يكون طرفا في هذا الحوار المرغوب. السيد الفريق أكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات. وفي هذا السياق لو بد من الإشارة إلا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حد لما يحاول إطالة أمادي هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة والتنظيم والإشراف على الانتخابات، وأننا ننتظر في هذا الإطار تعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل هذه الآلية الدستورية باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات. فإجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من التفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب، وهو ما يستلزم من كافة خيارين من أبناء الجزائر الغيورين على صمة وطنهم ومصالح بلادهم ومكانتها بين الأمم الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد. السيد الفريق أشار إلى أن استمرار الأزمة ستكون له عواقبه الوخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق فإننا نتساءل عن الغياب الملحوظ للشخصيات الوطنية والنخب والكفاءات الوطنية أمام ما تعيشه البلاد من أحداث وتطورات متسارعة تستوجب تقديم اقتراحات بناءة من شأنها تقريب بين وجهات النظر المختلفة. وخلاصة القول أن من يريد إبقاء البلاد في حالة انسداد هم أشخاص وأطراف يتعمدون الدخول في فراغ الدستوري بكل ما يحمله من مخاطر وتهديدات في الانسداد السياسي والفراغ الدستوري المبرمج في بلادنا عن قصد من بعض الأطراف، هو مسار له تعذيراته الوخيمة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، سيما في مجال الاستثمارات والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بل وعلى كافة الأصعدة الأخرى ذات الصلة بالمسار التنموي عموما. ويبدو أن هناك من يزعجهم بقاء دولة متمتعة بهبتها واستمرار مؤسستها في مزاولة مهامها بشكل عادي
على الرغم من هذه الأزمة. السيد الفريق أكد على أن مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطوري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة. وبهذه المناسبة أود أن نشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص بتاريخ 26 مارس الفارط بجنات الناحية العسكرية الرابعة باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما. قلت لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مساعي التقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي. هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفايت البلاد، فمسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم ببساطة قد انشغلوا أساساً بتحقيق مصالحهم الشخصية ضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم وجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن. ويبدو أن حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد. هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها واضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري والمعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر. ولا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر هي الآن تناول جزاها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير إن شاء الله تعالى لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية. هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلاً التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضا جزاؤهم العادل والمنصف بحق القانون. فهؤلاء الذين تم تعيينهم في وظائف سامية وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر بكل ذلك، فإنهم انشغلوا في استغلال المزايا ووظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية، معتقدين بأن مواصل بالإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات سيكلف لهم نجاة مما يقترفون أننا نحذرهم أشد تحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وجيشها الذين يمثلون سد منيع لحماية الجزائر هذا الوطن المفدى والغالي من كيد هؤلاء الذين يريدون إدخال الجزائر في متاهات. ومعنا في الاستوديو الدكتور سليمان عراج استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه الجزائر، اهلا بك سيدي. اهلا وسهلا. دكتور، ما في رايكم الرسائل التي حملتها كلمه الفريق احمد قايد صالح، وهل نفهم من ذلك ان الرابع جويلية هو موعد محدد للانتخابات الرئاسيه؟ شكرا لك. في الحقيقة كانت رسائل مهمة جدا تضمنها بيان اليوم، وهي رسائل طمأنة
وطمأنة بأن الجيش سيبقى دائما يرافق ويقف إلى جانب المطالب الشعبية، رسائل تثمين للإنجازات التي حققها قطاع العدالة في الميدان من خلال التحقيق في قضايا الفساد، ورسالة تعقل وعقلانية من خلال المنادات والتأكيد على أهمية الوعي لمجابهة كل محاولات الاختراق للحراك الشعبي، وضرورة الاستناد إلى الحوار كآلية مناسبة تقودنا إلى تنظيم انتخابات يعني تتوج برئيس يجسد الإرادة الشعبية. هنا قد أشار السيد الفريق في ذات السياق إلى مسألة الانتخابات كضرورة، يعني كخيار ضروري جدا بالنسبة للمرحلة، لكن دون تحديده بتاريخ معين، وذلك من خلال ونستشف ذلك من خلال الحديث أيضا على الهيئة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي كانت يعني جزءا من المطالب التي رافعت حولها الإرادة الشعبية. ومن خلال ذلك وما يدل على أن الانتخابات يعني ليست مقرونة بتاريخ 4 جويلية، هو الحديث على الإجراءات اللازمة. طيب ما هي في رأيكم الإجراءات المنتظرة من أجل الإجراءات المنتظرة واللازمة لتشكيل هذه الهيئة؟ متعلقة ب يعني فيها استفهام متعلق بالحكومة، ومتعلق أيضا بالإطار القانوني والتشريعي والهيئة التي لها صلاحية إيجاد هذه يعني هذا تكوين هذه الهيئة للإشراف على العملية الانتخابية لدعم دور الجيش في حماية الإرادة الشعبية وفي حماية صون أصوات الناخبين. وفي كل هذا نستنتج أنه من هذا البيان أنه إذا أردنا أن نمضي إلى المرحلة الثانية من تجسيد المطالب الشعبية لابد من يعني التعقل، لابد من الحوار كآلية مهمة. والسيد الفريق أشار إلى نقطة وتساءل على الغياب الملحوظ للشخصيات والنخب الوطنية، وهو سؤال وتساؤل في محله. لماذا؟ لأنه في ذات السياق لما يعني غياب المبادرات السياسية وغياب يعني وما يعني يتعلق من خلاله بغياب النخب هو يعني دليل، ولا هو مسألة تؤثر على المشهد العام، وهي تخدم الانسداد السياسي والتوجه نحو الفراغ الدستوري الذي تسعى القوى الظلامية وتسعى كما يعني وصفهم من لا يريدون الخير للبلاد بالعمل من أجله. فمسألة يعني النخب السياسية وغياب النخب السياسية اللي كانت إشارة قوية في هذا البيان، وهي دعوة وتأكيد على أن الحوار تبادر إليه وتصنعه النخب السياسية التي والشخصيات الوطنية، وأن الجيش ليس طرفا مباشرا في هذا الحوار الضروري. وبالتالي نستشف أنه اليوم البيان يقدم لنا صورة متكاملة على التزام مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بأدوارها الدستورية بعيدا عن السياسة، وفيه أيضا يعني يتضمن هذا البيان تلميح إلى أنه ما يزال هناك أطراف تناور من أجل الدفع بالجيش لربما الخوض في السياسة أو في قضايا يعني تبعده على دوره الدستوري. و إطلاق يعني الدعوة للنخب الوطنية والشخصيات الوطنية أصبح أكثر من ضرورة ستستوجبها يعني المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية التاريخية لجميع الجزائريين يعني للخروج بالبلد من هذه الأزمة بسلام. دكتور سليمان عراج، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. في التعاون تحدث الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم مع نظيره النيجيري بريجي رافيني الذي شرع في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، حاملا رسالة إلى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. اللقاء الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية صالح الدين دحمون أكد خلاله الوزير الأول النيجيري أهمية التعاون والتنسيق لا سيما في المجال الأمني. L'Algérie, c'est un grand pays frère et ami avec lequel nous partageons tout. Et la première des questions, c'est les questions de sécurité. Dans tout notre espace aujourd'hui, sahélo-saharien,
nous connaissons des situations particulières, particulièrement préoccupantes, qui amènent les États concernés à échanger, à chaque fois se mettre ensemble pour réfléchir, pour voir comment circonscrire ces questions d'ordre sécuritaire. Donc nous avons échangé sur la collaboration, la coopération entre nos États, tous les États concernés, pour effectivement gérer ces questions sécuritaires. Les échanges ont été très fructueux et nous avons eu une identité de vue sur toutes ces questions qui intéressent aujourd'hui beaucoup de pays de la sous-région. أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن الدفع بعدم الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016 من شأنها أن تحدث ثورة في منظومة حقوق الإنسان وتحول جذري في المكانة والدور المنوطين بالمجلس الدستوري، وهذا في كلمة له خلال افتتاح ملتقى علمي دولي حول موضوع دراسة حالة الدفع بعدم الدستورية المنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. دعا وزير العدل حافظ الأخت سليمان إبراهيمي النيابات العامة إلى تعميق التحريات في قضايا الفساد واسترجاع الأموال، وهذا لدى إشرافه على التنصيب بالقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر. المتابعة لفاطمة أديب. وزير العدل حافظ الأختام سليمان إبراهيمي أكد أن السلطة القضائية مستقلة وعلى كفاءة عالية لمعالجة قضايا الفساد بكل أنواعه. إن القضاء سلطة مستقلة مهمتها تطبيق القانون، حماية للمجتمع وضمانا لحقوق الأفراد وحريتهم. إن القضاء الوطني لا قادر على التكفل بمعالجة هذا الموضوع من القضايا، وستكون السلطة القضائية لها بالمرصاد في إطار الشرعية القانونية وبكل نزاهة وحياد ومسؤولية. الوزير قال إن محاربة الفساد تكمن في ضرب الذمة المالية للمفسدين، وهنا دعا النواب العامون إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية لاسترجاع الأموال المنهوبة. إن موضوع العائدات الإجرامية يشكل حجر الزاوية، وفي هذا السياق فإن الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها تستوجب من النيابات العامة لدى المجالس القضائية الإدارة والإشراف المستمرين والدقيقين على التحقيقات الأولية للضبطية القضائية وإلائها العناية اللازمة. وفي كلمة الوزير أيضا التزام للعدالة بعدم ادخار أي جهد في إزالة العقبات للوصول إلى النجاعة والفاعلية المطلوبتين في مكافحة جرائم الفساد. على هامش مشاركته في الاجتماع 14 للجنة المتابعة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك الموقعين على إعلان التعاون المنعقد بالمملكة العربية السعودية، تحدث وزير الطاقة محمد عرقاب مع رئيس منظمة أوبك خالد الفالح والأمين العام للمنظمة النفطية محمد باركيندو. وخلال محادثاته مع نظيره السعودي خالد الفالح تناول الطرفان تطورات السوق النفطية والجهود المشتركة للمحافظة على استقرارها. موضوع السوق النفطية وتطوراتها وإنتاج المحروقات شكل أيضا محور المحادثات التي جمعت وزير الطاقة مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك والوزير الإماراتي سهيل مزروعي والفنزويلي مانويل سلفادور كيفيدو وكذا برويز شاربازوف وزير الطاقة الأذرية. وبمقر وزارة الموارد المائية عقد اليوم وزير الموارد المائية علي حمام ووزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود عقد اجتماعا تنسيقيا رفقة إطارات القطاعين بخصوص تزويد المشاريع السكنية المنجزة على المستوى الوطني بالماء الشروب وكذا تهيئتها بقنوات الصرف الصحي لتسليمها في أقرب الأجال للمواطنين. دراسة كل القنوات المتبقية الخاصة بهذه الأحياء السكنية والأقطاب الجديدة، هو كيفية إيصال المياه الصالحة للشرب سواء عن طريق المياه الجوفية أو عن طريق المياه السطحية. ثانيا الصرف الصحي، وهذا التشاور هذا وين يدخل؟ يدخل من الناحية التقنية كيفية معالجة
وإتمام كل الأشغال، ندرس حتى المبالغ التقنية اللي موجودة عندنا. أؤكد مرة أخرى أن كل المبالغ المالية الدولة خصتها متواجدة، وإن السكنات بالآلاف بعشرات الآلاف، عندنا تقريبا 200 ألف سكن واجدة ومنقوصة من التهيئة الخارجية. اليوم رانا مع وزارة الري كذلك لنظر في هذه إشكالية إيصال المياه إلى كافة الأحياء التي سوف يتم وضعها تحت تصرف المواطنين. والخدمة العمومية البريدية في قرية تيت بتمراست تجبر الساكنة على التنقل إلى عاصمة الولاية التي تشهد هي الأخرى طول الطوابير وتعطل الموزعات الآلية. المتابعة مع فاطمة زهرة بن فرجلة. يتفقد يوميا سكان قرية تيت البعيدة بأربعين كيلومتر عن مقر ولاية تمرست هذا المكتب البريدي الذي ما يزال خارج الخدمة رغم انتهاء عملية إنجازها. البريد هنا كما راك تشوفي عنده مدة راه مخدوم بريباري كلش خاصو غير نفتح لنا، ونحن ما دابين تفتينا في أقرب وقت وخاصة في شهر رمضان هذا. هذه خدموها وقعدت مسكرة وعندنا الأولاد عندنا اللي خدموا عندنا شيطين قامة. ولنقل هذه الانشغالات إلى الجهات الوصية وبعد حصولنا على موافقة مبدئية تفاجأنا بمنعنا من التصوير بحجة عدم حصولنا على الترخيص، ولكن وأمام هذه المشاهد لا يمكننا حجب صوت المواطن الذي أراد إسماع صوته. انجورني باش يجبد الصالير دروك راه يقول الخدامه ما كانش كاين الكوبرون والغاشي كاين اللي طرافو بداو لي طرافو عندهم صافي يوناني ومازال ما كملوهمش واقيله مانيش عارف يوناني والله سيميس. المهم ما كان والو لي ماشين هذوك ما يخدموش الديستريبيتور ما كانش الريزو توجور ما كانش عدد الموزعات الاليه ما ولاش كافي لازم يزيدونا وشحال موزع الي على الاقل باش نتفاداو المشكل هذا. ولتوفير أحسن الخدمات البريدية بهذه الولاية الحدودية لابد من تدارك التأخر في أشغال التهيئة بالمكاتب البريدية وتحسين الخدمة للمواطن. في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفرزة للجيش يوم أمس إثر عملية بحث وتمشيط بسيدي بالعباس مخبئين للإرهابيين يحتويان مواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات. كما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع الدرك الوطني بغرداي أربعة تجار مخدرات وضبطت أزيد من أربعة قناطير من الكيف المعالج. في سياق متصل وبتلمسان تم توقيف سبعة تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج. أما بتمراست وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني فتم ضبط كمية من الأقراص المهلوسة، وبكل من تلمسان وعين قزام وبشار تم توقيف 30 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة. نظمت اليوم قيادة الدرك الوطني بالعاصمة ملتقا وطنيا حول حماية الملكية الفكرية تحت إشراف العقيد روبا عبد القادر مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني. الملتقى الذي تناول بالنقاش الملكية الفكرية خلص إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان حماية أكبر للملكية بنوعيها الفكرية والصناعية. إليكم الآن تذكيرا بالعناوين. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد ضرورة تفعيل الآلية الدستورية بإجراء الانتخابات الرئاسية تفاديا للفراغ الدستوري والإسراع في تنصيب الهيئة المستقلة حفاظا على صوت الناخب ومصداقية الانتخابات. بحث علاقة التعاون والشراكة بين الجزائر والنيجر وتأكيد على التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المفروضة. تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر ووزير العدل يدعو النيابات العامة إلى الإشراف الدقيق على التحقيقات الأولية حول ملفات مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. اجتماع تنسيقي لتنفيذ برنامج خاص بمرافقة الأقطاب الحضرية الكبرى في التموين بالماء الشروب والتهيئة. وتابعتم في النشرة نقل للتلفزيون إلى انشغالات المواطنين بخصوص الخدمات البريدية بتمراست. شكرا لكم على المتابعة، تبقى عناويننا الإلكترونية في الخدمة. شكرا، إلى اللقاء.